عليكم ورحمة الله وبركاته. القلوب النقية تفرح لفرح إخوانها، والقلوب المريضة بالعكس تماما. وهذا من العلامات الخفية التي تعرف فيها نقاس سريرتك مع الناس وحبك الخير للغير. هذا شيء، فإذا الشيء هذا تعدى إلى أنك تتكلم بفرحك بسقوط غيرك أو حزن غيرك، فهذا أشد وأنكى، نسأل الله السلام والعافية، ولو كانت بصور يعني كثيرة، يعني لا يسع المجال إلى ذكرها في هذه السنابات اليسيرة، لأنها بعض الناس يأتيك بصورة الناصح، نسأل الله السلام، شفت فلان، نسأل الله السلام كان كذا، الله أعوذ بالله من حاله أو كذا، ونحو ذلك من الأمور التي هي تشير إلى هذا الأمر الذي تخفيه وتضمره في نفسك، نسأل الله السلام والعافية. فعندي أنا علاج لمن هذا حاله. أولا، تحرص على الدعاء لأخيك المسلم، لأن دعاءك هذا بمثابة الرقية والتبريك له، لأنه قد يكون هذا الأمر الذي خرج منك نابع من حسد شديد، وقد تضر أخوك المسلم، قد أنت تكون أنت السبب في بالإضرار فيه، ففرحت يعني بحزنه، نسأل الله السلام والعافية. هذا شيء. الشيء الثاني، دعاءك هذا يجعلك تربي نفسك وسريرتك حتى في من أنت يعني تحسده أو تغار منه، أو يعني يأتي في نفسك أنك يعني تحاول أنك يعني تسقط أو نحو ذلك، أن تربي هذه النفس على نقاء السريرة. فهذا العلاج نافع لمن هذا حاله. كل من رأيته وجاب نفسك، احرص أن تدعو له لأمرين، أن تربي نفسك، وأيضا أن قد يحصل منك شيء أنت ما تعلم فيه، فيكون بمثابة الرقية والتبريك له. أسأل الله يصلح أحوالنا ويصلح فساد قلوبنا ويرزقنا وإياكم نقاء السريرة يا رب.